بديت انا واصدقائي مشروع قبل 4 سنوات اسمه مقهى المسافرين العراقيين، نشجع به عن السياحه والسياحه المستدامه بالعراق. نفس الوقت خلال هاي السنه اطلقنا مشروع جديد اسمه نمشي بغداد، نشجع العراقيين ونشجع السواح اللي يجون للعراق ان يتمشون بغداد، يبتعدون عن السيارات، يبتعدون عن الدراجات، يبتعدون عن التوك توك، يتمشون بغداد على طبيعتها وبالاماكن القديمه، بالاماكن التاريخيه ومرات حتى بالاماكن الجديده، بس الفكره الاهم انه نمشي بغداد. هلا وشلونكم؟ انا اسمي ديار من بغداد، ولادتي بغداد، اغلب حياتي ببغداد وشفت هواي اشياء ببغداد. من الاحداث اللي مرت بالعراق سواء كارهاب سواء كانفجارات الى الاحداث التطور والعمران والسياحه، فشفت كل شيء، شفت الزين وشفت المو زين. بغداد اكبر مما اغلب الناس تصوروها، بها هواي اشياء لحد هذا اليوم. طبعا انا على المستوى الشخصي مو كل شيء عندي ببغداد، ما زلت انه امشي هنا وهناك لحد ما كل يوم اتعلم معلومه جديده عن طريق اصدقائي، عن طريق الانترنت مرات، وجاي احاول عن طريق هالمبادره انه انقل الاشياء اللي انا تعلمتها للناس اللي تمشي وياي، ونفس الوقت استفاد من خبره الناس اللي تمشي وياي من يشرحون على المناطق اللي يعرفوها. مبدئيا اغلب المشي اللي نمشي احنا ببغداد القديمه المتنبي شارع الرشيد، بس نفس الوقت اكو هواي درابين وقصص موجوده بالكاظميه، موجوده بالاعظميه، موجوده بالشورجه، موجوده باغلب مناطق بغداد. كل منطقه ببغداد لها اللي شيء يميزها عن المنطقه الثانيه. احنا بمبادره امشي بغداد نركز على فكره انه احنا بالبدايه نمشي نشجع على هاي الثقافه، ونفس الوقت نفهم الشارع والتاريخ اللي نمشي به. من مثلا نتمشى بالشواكه نفهم تاريخها، من نتمشى بشارع الرشيد نفهم تاريخها. يعني مثلا اكو ناس ما تدري انه البيت اللي كتبت بيه اجاثا كريستي الروايه مالتها موجود بالشواكه، او السفاره البريطانيه في يعني بوقت سابق موجوده ايضا بالشواكه، او شارع حيفا اللي ب 2006 كان ولا واحد يقدر يمشي به وحاليا الناس تقدر تمشي به بسلام. فكل هاي التغيرات تعطي قيمه لكل شارع موجود ببغداد. اغلب النشاطات مالتنا تركز على فد هدف معين، واللي هو انه تدمج بين الشباب والنساء العراقيين مع السواح اللي يجون للعراق، لان احنا مهم بالنسبه لنا انه نخلق حوار، نخلق تفاهم بين الناس من مختلف الديانات، من مختلف الطوائف، ومن مختلف الدول. فمن نمشي بغداد احنا بس ما نمشي بس نتعلم عن بغداد، نمشي نتعلم عن بعض البعض. فكل حدث يصير عندنا يجي اكثر من 20 مشارك، كل مشارك من دوله معينه، من ثقافه معينه، من ديانه معينه. نمشي بدرابين بغداد القديمه، نوصل يم مثلا شارع صار به حدث معين، من نسولف عن الحدث اللي صار بهذا الشارع، العراقي راح لربما ما يعرف هذا الحدث راح يعرفه، ونفس الوقت فرصه انه السائح راح يعرف بغداد اكثر، ومرات حتى الشخص اللي يمشي وانا عنده معلومات اضيفها للاخرين الموجودين. من ضمن الاهداف اللي عندنا بمبادره امشي بغداد انه نركز على ضمن المشي ناقف باماكن، هاي الاماكن مرات تكون محلات لاصحاب الدخل المحدود، مرات محلات عراقيه مثل محل مال شاي، محل مال كوفي، فاحنا من نمشي ناقف مثلا عندنا وقوف بقهوه، نشرب قهوه، نشرب شاي، نسولف ونتعرف على تاريخ المكان، وراها نمشي المكان مال شاي ثاني والى اخره، بكل مكان ناقف فيه احنا بنحاول ندعم صاحب هذا المكان. انه يعني 20 شخص دول ال 20 شخص يشترون من هذا الانسان. السائح من يجي دا يحب الطرق ما شايفها قبل، ما ماشي بها قبل، ولا قاري عليها بالانترنت قبل، معناتها التغطيه عليها قليله، ونفس الوقت العراقي دا يحب فكره المشي، دا يحس انه هاي رياضه، اكو ناس ورا ما يمشون يعني يرجعون يمشون ويا عوائلهم بنفس الطريق، يمشون ويا اصدقائهم بنفس الطريق. فاحنا شوي شوي نأمل انه صرت تسلط ضوء على اهميه المشي بالمستقبل. كشخص انولد وعاش اغلب حياته ببغداد، بغداد لها حب كبير بالنسبه لي، لانه شفت هواي من احداثها، الاحداث السيئه والاحداث الايجابيه وشهدتها. فبالتالي كل شارع بالنسبه لي له تاريخ وله قصه.
من جسر الأئمة مثلاً اللي تاريخه له قصة، شارع الرشيد اللي تاريخه له قصة، بكل مكان ببغداد وكل طابوقة بيها تاريخ. فبالنسبة للشخص عايش ببغداد دائماً أحب أنقل للناس تمشي عن طريق مبادرة امشي بغداد قصة هاي الشوارع، قصة هاي الطابوقة، قصة هاي الحسواية، قصة هذا المحل، قصة هذا الشارع. كل مكان هاي القصص من الناس تفهمها راح تعرف ان العراق ايش قد تغير من وقت الطائفية للوقت الحالي، من وقت قبل 50 سنة للوقت الحالي. هذا راح يخلق تصور عند الناس اللي تزور العراق ان العراق مو مثل قبل، العراق احسن من قبل وان شاء الله يكون افضل بالمستقبل.